واحنا بنبص كده في الأجندة العالمية والدولية، لأن النهاردة اليوم العالمي للصداقة. أنا الحقيقة واحدة من الناس اللي بعتبر أنه الصداقة دي من أهم العلاقات اللي ممكن تكون في حياة الإنسان، عشان كده لقيت أن هي مناسبة لطيفة كده أن احنا نتكلم فيها مع بعض في بداية الحلقة عن الصحاب اللي في حياتنا، عن الناس اللي دايماً بنلاقيهم حوالينا سند وظهر، دايماً بنعتمد عليهم، بنفرح معاهم، بنتبسط حتى بقعدتهم، حتى المواقف الصعبة بتهون معاهم. الصاحب اللي تعرف تتكلم معاه بحرية عن كل اللي جواك، كل صراحة من غير ما حد يحكم عليك. الصاحب اللي لما بتطلب رأيه في حاجة بيكون موضوعي وبيخاف على مصلحتك، ومعنى أنه بيخاف على مصلحتك أنه يقولك أنت غلطان لما تكون غلطان، أو أنت صح لما تكون صح ويقويك. الصاحب اللي دايما يتمنى ليك الأفضل، اللي يتمنى يشوفك كويس وشاطر وناجح، عشان كده دايما بيقولوا الصاحب رزق. وبالمناسبة هو الصحاب مش لازم أبدا يكونوا شبه بعض، في ناس لما تحب تنصح تقولك دايما اختار اللي شبهك، لا مش شرط خالص اختار اللي شبهي، او اللي عاداته نفس عاداتي، او طباعه نفس طباعي. لكن لو مش ما اقصدش بالعادات انه المبادئ او التربيه، انا اقصد العادات يمكن الروتين اليومي، الحاجات اللي احنا متعودين نعملها، الطريقه اللي بنتعامل بيها في يومنا او مع الناس او ايه اللي ممكن يكون مفيد لو الصحاب وشبه بعض في كل حاجه. بالعكس، ممكن لو مش شبه بعض يكونوا ان هم بيكملوا بعض، طبعا مش عكس بعض بس يكونوا بيكملوا بعض. الناس بتحب ترتاح للكلام مع بعض، عشان كده دايما هنلاقي في صحاب قعدتهم حلوه، وقت ما تحس ان انت مخنوق او متضايق بتروح تقابلهم، ومتاكد ان انت هترجع مبسوط ومودك بتغير 180 درجه. في صحاب تانيين هم صحاب ذكريات وعشره، يعني صحابك بتوع زمان، خصوصا صحاب المدرسه والجامعه اللي يمكن الايام فرقتنا عن بعض، وكل واحد يمكن دنيته خدته في سكة مختلفة، لكن لسه بينك وبينهم عشرة ومحبة وألفة وثقة، وكل ما بتتقابلوا كلامكم كله بيدور عن ذكرياتكم والأيام اللي عشتوها سوا. لكن أعتقد أن أجمل حاجة هم الصحاب الجدعان، إن كانوا بقى صحاب عشرة، صحاب مدرسة، صحاب شغل، أيا كان، الجدعانة، الصحاب الجدعان، السند اللي دايما بنبقى كلنا محتاجينه، اللي بيفضلوا معاك في كل وقت، بيشاركوك كل أيام حياتك وكل ظروف حياتك، في لحظة ما بتحتاجهم بتلاقيهم موجودين وحواليك. عشان كده يمكن فعلا فكرة الصداقة دي أنا ما أعتقدش إنها حاجة تكميلية أو يمكن حاجة رفاهية. في ناس على فكرة ما بتبقاش مدركة قوي أهمية الصداقة، يعني عادي عندي زمايل، عندي معارف، عندي ناس بخرج معاهم، عندي ناس لو زهقان ممكن أنزل أقعد معاهم، ما بيبقاش فاهمين قوي فكرة الصداقة أو مبدأ الصداقة ده عامل إزاي. يعني إيه الناس دي؟ أعتقد إنها ما جربتش يعني إيه يكون عندك صاحب جدع بتثق فيه، حد بتروح له بتتكلم معاه لو أنت غلطان مش هيحكم عليك وعارف الخير اللي جواك، ولو أنت صح هيقف في ظهرك وهيقويك قدام الدنيا كلها. الصحاب أنا في رأيي هم العيلة اللي إحنا بنختارها، كلنا بنتولد لا بنختار لا أب ولا أم ولا حتى أخوات، لكن الصحاب إحنا بنختارهم. ومن أكتر المواقف المؤلمة ومن أكتر اللحظات المؤلمة لما ثقتك في صاحب تتهز، لما صاحب أو شخص أنت بتعتبره صديق ومقرب ليك ويخون، تبقى أعتقد من أكتر الأوقات المؤلمة أكتر من أي خيانة تانية، لأنه أنت ده الشخص اللي بتعتبره يعني زي ما بيقولوا كده البير بتاعك، خزان أو حصالة أسرارك، كل أسرارك عنده، بتتكلم أكنك بتتكلم مع نفسك في المراية. تخيل الشخص ده ما يطلعش جدير بالثقة، من أكتر الحاجات المؤلمة. يمكن حتى لو تابعنا لقاءات انترفيوز مع ناس كبيرة أو حتى مع ناس متقدمة في العمر شوية، هتلاقيهم دايما بيقولوا إن أهم حاجة أو الناس اللي هونت علينا رحلة حياتنا هم الصحاب، صحاب الجدعان، الصاحب اللي لما تقع في موقف صعب ما يقولكش لا والله أنا مش هقدر أساعدك، لا هتلاقيه معاك بقلبك. وبالمناسبة في ناس بتشوف إنه الصحاب لازم يكونوا، عشان أقدر أقول إن ده صاحبي يعني، لازم يبقى عشرة عمر طويلة، أو الصاحب اللي لما بقع في موقف بس يعني هو شخص جدع ساعدني. طبعا دي كلها حاجات مهمة، العشرة مهمة، المواقف الجدعة مهمة، لكن في عامل آخر كفيل إنه يكشف الشخص اللي قدامك، وهي
تعارض أو تضارب المصالح. مش هقول إن إحنا في المدينة الفاضلة، ومش هقول إن إحنا بنتكلم عن المثالية، ولكن على أقل تقدير وأنا بختار مصلحتي هبقى عامل حساب مصلحة صاحبي معايا، أو أنا بختار الحاجة اللي هتنفعني أبقى عامل حسابي إن الشيء ده مش هيوجع صاحبي، مش هيضايقه، مش هيأذيه. أعتقد دي أكبر أو ده أكبر عامل ممكن يكشف الصحاب، لأنه بالمناسبة يا جدعانة بتبقى سمة شخصية. يعني أنا ممكن أكون شخص جدع، لو شفت أي حد في موقف هقف أساعده. احنا مصريين عاده جدعان، لو شفنا عربيه عطلانه اصلا في الشارع بنقف ننزل نساعد، لو شفنا اي حد محتاج اي حاجه دايما احنا دي فينا يمكن سمه شخصيه في المصريين، احنا جدعان. فالجدعانه في حد ذاتها مش شرط ان هي تكون من صاحب ليك، ممكن يبقى جدع ويطلع اسرار، ممكن يبقى جدع وبيتكلم عليك في مواقف كتير جدا. بالمناسبه عشان كده ما بعتقدش انه الشخص الجدع، لا هو جدع يتقال عليه جدع، بس مش شرط انه يكون صديق مقرب جدا. واحنا هنا بنتكلم مش عن المعارف، مش بنتكلم عن الزملاء، بنتكلم عن الاصدقاء المقربين جدا اللي بيعتبروا في منزله العائله، اللي بيعتبروا في منزله الاخوات. انا عن نفسي بصراحه حظي حلو في صحابي، عندي صحاب كتير قوي، مش هينفع اقول اسامي عشان ما انساش حد ومحدش يزعل، بس هم عارفين نفسهم، هم بيسمعوني بتكلم دلوقتي هم عارفين نفسهم كويس قوي. ناس وقفت معايا في مواقف كتير جدا، وانا يمكن حياتي يعني عديت بكم موقف مش لطيف، في ناس كانت موجوده عشان تسمع، وكان في ناس موجوده عشان حتى تقدر تاخد قرارات انا في وقت ما كنتش عارفه اخد فيه قرار، ما كنتش عارفه ايه الصح من الغلط، مش عارفه اعمل ايه. في عندي النوع ده من الصحاب، صحاب من المدرسه عندي 2 مثلا من المدرسه، عندي من الجامعه كذا شخص صحاب مقربين، وبالمناسبه عندي زميلات عزيزات كمان في منزله الصديقات الجدعات جدا. فخليني اقول ان الصحاب فعلا رزق، ولو انت ما عندكش على الاقل صاحب جدع ابتدي دور على صاحب جدع، بس في الاول لازم انت شخصيا تكون جدع، لازم تكون شخص مؤهل ان لو انت قررت ان الشخص ده هيبقى صاحبي تبقى عارف ان انت هتقف معاه في كل مواقف، وتعتبره فرد من افراد عائلتك، هو شخص موجود بس انت اخترته، مش مجرد ان هو القدر ان هو ابوك او امك او اخوك او اختك، ده شخص انت اخترته عشان يكون فرد من افراد العائله. لو لقيت الشخص اللي قدامك فيه كده بعض الحاجات حتى ما فيهاش عتاب، لقيت شخص طلع اسرارك، اتكلم عليك وحش، متعمد حتى انه مش هقول لك بقى يتكلم عليك وحش كمان، حتى ما يحسنش شكلك قدام اللي بيتكلم في ظهرك، ما ينصحكش، ما يقولكش انت النهارده كنت كويس او النهارده لا كان عندك مشكله، دول مش صحاب خالص. ودايما احترسوا وخليكوا يعني حذرين جدا جدا وانتوا بتختاروا صحابكوا، لان الشخص ده هيبقى عايش معاك لحظه بلحظه، مش هقولك يوم بيوم، هقول لحظه بلحظه. فحتى لو انت ما طلعتش اسرار هو شايف حياتك كلها قدامه، فلازم تبقوا عارفين انتوا بتختاروا مين كويس قوي عشان يبقوا صحابكوا، لازم تبقوا عارفين بتختاروا مين كويس قوي عشان يدخل بيتكوا، لازم تبقوا عارفين كويس قوي مين اللي بيتعامل مع افراد العيله عندكوا، ان كان جوزك، مراتك، ولادك، ولادك، ده شخص موجود معاكوا طول الوقت. فاعتقد ان هو يعني على قد ما هو رزق وعلى قد ما هو موضوع مهم ولازم يكون موجود صديق في حياتنا، بس في نفس الوقت لازم نختاره بعناية. وطول ما احنا عايشين هنقعد نجرب ونعرف ونكتشف ناس، إن كان نكتشفهم بالشكل الإيجابي أو بالشكل السلبي أيا كان. يعني في ناس هتبقى متخيل إن هم كانوا ناس عادية في حياتك، هتكتشف في وقت من الأوقات إن هم أحسن من ناس كتير جدا أنت كنت معتقد إن هم صحاب وقرابين، والعكس ناس هتلاقي كنت معتقد إن هم صحاب وقرابين طلعوا يعني ولا أي حاجة. على أي حال حسيت أنا طولت قوي في الكلام عن موضوع الصحاب، بس حقيقي أنا بالنسبة لي الصداقة دي من أهم خليني أقول العلاقات اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا، أو من أهم حتى الحاجات اللي ممكن تهون علينا عامة الحياة. عامة إحنا سؤال حلقتنا النهاردة هو بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، احكي لنا عن صاحب عمرك اللي طلعت بيه من الدنيا، اعملوا منشن لصحابكم، وكمان قولوا لنا مواقف بينكم وبين بعض، مش لازم بس مواقف الجدعانة ولا مواقف صعبة، حتى لو مواقف لطيفة حلوة انتوا مش ناسينها. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نعرف اجاباتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.